قانون هذا في ألمانيا يسمح بالتحريض على الفوضى واحتضان المتطرفين المتخفين. في حلقاته الأخيرة بدأ محمد حاجب الإرهابي المتخفي في زي مناضل سياسي يظهر منتفضا انتفاضة الديك المذبوح. صوت على أي حزب، أي واحد مشى يصوت أنا نقول لكم من هنا اللي مشى صوت شماتة، واسمحوا لي نقولها لكم اللي مشى صوت شماتة. ولذلك فإن محمد حاجب يشطح بعيدا في نسج سيناريوهات من وحي خياله المريض. ما تفهمش هذا خصو يدير الودنين ديال الحمار، يسمحوا لي نقولها لكم يدير الودنين ديال الحمار عاد يمشي يصوت. الإرهابي المختبئ بألمانيا وفي إطار صفقة تبادل منافع بين ألمانيا والإرهابي لا زال يروج لطراهاته وبأساليب مختلفة تبعث على الغثيان. تجاهل الجميع لما يقدمه هذا المعتوه دفعه إلى التمادي في تقديم مضامين خرقاء تشبه فكره المتكلس. منتحر المغربي، هذه رسالة للمنتحرين، ترجلوا ترجلوا اللي باغي ينتحر ويموت مع من برا وموت مع الكلاب برا صاحبي. فأي أحمق هذا الذي ينسج من وحي خياله قصصا يؤلفها ويصدقها ثم يشرع في ترويجها على أمل أن يصدقه من يسمع هذه القصص؟ حاجب لا يحصد سوى السخرية والضحك والتندر من أسلوبه وطريقة بسطه للقضايا بما تنطوي عليه من سطحية وتخلف مقيت. حاجب تجاوز بكل تأكيد كل الحدود، وبالتأكيد فإن عنترياته لن تبقى بمنأى عن المساءلة والمحاكمة. كل هذا ديال المغاربة علاش؟ 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 لأن المغاربة ما بغاوش العزة. إذا كانت دولة ألمانيا دولة قانون كما تدعي فلا أحد يقبل أن يستمر هذا المختل في التطاول على رموز السيادة بالمملكة المغربية، وأن يستمر أيضا في المس بسمعة المملكة. ديالي أنا محمد حاجب تنحرض الشعب المغربي عبر ترديد نفس اتهامات التعذيب مع ما يرافقها من إساءة لكل مؤسسات المملكة التي يلصق بها تهما خطيرة لا يمكن الصمت إزاءها أو تمريرها دون ردة فعل. جنون حاجب تجاوز كل الحدود، وحتما لن ينصت إلى نداءات العقل والحكمة التي تنبهه إلى المنزلقات الخطيرة التي يقع فيها عن جهل أو بسوء نية. باش تكونوا هانيين، الهدف ديالنا ماشي شي حاجة أخرى. اللي كيقول الهدف ديالنا فقط هو التعويض، التعويض هذه مسألة. نعم محمد حاجب يطالب بالتعويض، لا يطر إليكم. والنتيجة واحدة وهي ارتكاب مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، وهذا ما ينتظر حاجب طال الزمان أو قصر.